السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا، أنا ما كنتم حلقة جديدة من برنامج أيام الناس، ورمضان كريم عليكم وإن شاء الله عيد سعيد، بما أنه إحنا مقبلين على أيام عيد الفطر المبارك، فبالتالي اليوم راح نشوف ونتواجد وياكم بهذه الحلقة، راح نكون وياكم من شارع فلسطين، راح نشوف أيضا الحركة، وبما أنه الأيام الأخيرة من شهر رمضان دائما يكون بها شغل. صحيح. اولا ابو رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله الصحه والسلامه الكل. شكرا جزيلا. الله يحفظك. الحركه بشكل عام بدت هي تقول هي اخر 10 ايام بس بدينا نشتغل ان شاء الله. نعم الحمد لله. كم تحرك السوق؟ تقريبا صار 3 ايام هيك. ومن شو وقت جاي تفتحون؟ نفتح الصبح نعزل بالليل. ها يعني ذيك الايام بدايه رمضان ما تفتحون الصبح؟ ايه كانت اول ايام تعرف يعني الناس صايمه تعبانه ما حد يطلع. تفتحون ورا الفطور؟ نفتح ورا الفطور قبل الفطور بساعه ساعتين نفتح. واليوم السوق بشكل عام يعني تسوقتوا ملابس العيد؟ شلون لا السوق كامل شلون لا السوق كامل. سولفت الموسم بعد العيد القديم؟ لا مو نفس العيد القديم. لا مرور الكرام هاي شوي هم اللي تعرفت الوضعيه وزياده الدولار والامور يعني خلت العالم تقتصد اكثر واكثر. زين. مو مثل قبل كان السوق عندنا سوق بموسم العيد يعني موسم نحسب الحساب هسه صار يعني نقول الحمد لله والشكر على كل حال نعم الحمد لله تحصل حاصل شلون ما كان مشحها والله كان البضاعه سولف صعدت اسعارها لو اكيد طبعا اكيد كل بضاعه صعدت اسعارها يعني صعدت لا كل صعد ماكو شيء ما صعد كله صعد يعني اليوم بشكل عام وبالتالي من تصعد عليه انا مباشره راح اصعد على عزب ولا شوفنا المودة الجديده بهذا العيد جديد كله جديد الموديل الجديد شنو صندل الصيفي عندي شحاطات الجنط كامله جوا داخل المحل برا عندي تنزيلات كل كاملات ممتاز ممتاز الناس بدات تشتري نعم الحمد لله نعم الحمد لله يلا اتمنى لك الصحه والعافيه الله يخليك الله يحفظك جزيلا نعم مشاهدينا الكرام متواصلين وياكم وراح نشوف ايضا اصحاب الجنابر والبسطيات والولد هنا شلونك رمضان كريم رمضان كريم شلونك حبيبي الله يسلمك يخليك يا حبيبي ليش يارد هنا وين شو احنا ندري بيك انت ابو المحل المفروض تقوم لنا بالواجب خادم تمر هذا المحل هذا الحكي خليه هذا محلي والله هذا الحكي ما نريده احنا نريد الفعل كل الهلا بيك والله اليوم تفطر يمي بدو القلب والقران الكريم الكوزمتك لك اي حبيبي رجع السوق والله حاليا استوى بدا زين بالنسبه احنا لل دمي السنه كلها ما تشتغلون بس لا الحمد لله نشتغل مو ما نشتغل هو رزق ربك سبحانه بس هذا هو يعتبر موسم يختلف شغله على بقيه الايام يعني تنتظرونه بفارغ الصبر اي ننتظر بس احنا بالنسبه كل كوزمتيك مو موسمية احنا مو موسمية طالبات الجامعات هنا كلهم ما شاء الله زين هاي موجوده هنا المستنصريه الرافدين كلهم قريبات علينا هل مختلفه اسعاركم بالفتره الاخيره؟ اي والله بالنسبه للاسعار يعني هذا تعرف صرف الدولار مو صعد سعره كل البضاعه صعدت والمحلات ايجارها ايجار نار ايجار نار؟ نار ليش هسه يوصل ايجاركم هنا؟ خلينا نتمشى على الاخر يوصل هسه الايجار هنا تقريبا 4 مليون 4 مليون أيه. بالشهر؟ اي بالشهر زين هو اذا 4 مليون وحسب ما نسمع انه الشغل قليل أيه. متوازي واحد ياجر؟ والله بعد كل من حسب عمله انا اليوم عملي يحكم هيجي زين لازم اتناسق وياه مو بكيفي انت بهاي الحاله راح تضطر ترفع الاسعار الناس ما راح تجي تشوف العاتم والالف انا ما ارفع الاسعار لا شلون راح اطلع هالارباح بس انا ما ارفع الاسعار بالنسبه الحمد لله والشكر انه اسمنا معروف بالسوق كوزمتيك سعد المتميز زين. بس هنا اكو فقره هو الدولار صاعد مو صاعد الدولار صاعد المنتج صاعد المنتج فالزبون يتأقلم ويا الوضع مرة ومرتين من يشوف السعر صاعد أول وتالي يرجع السعر يرجع يشتري ما يقدر لأنه هو هذا المنتج رايده فمن يشوفه غالي عباله أنا وصاعده مرات الزبون يزعل لقى بسعر يجي لقى بسعر ثاني عباله أنا وصاعده بس من يشوفه بغير محل يدخل محل ومحلين لا يتأقلم ويا الوضع يرجع يشتري من عند والحمد لله شكرا جزيلا اتمنى لك التوفيق الله يسلمك حبيبي كل الاعلام مشاهدينا الكرام احنا متواصلين وياكم وبالتالي يعني الحركه بهاي الايام الاخيره دائما ما متعودين عليها اصحاب المحلات وايضا الناس انه على اعتبار العيد موسم العيد فتبدا الناس تطلع للاسواق تتبضع تشتري ملابس او شنو الاحتياجات ونقصاتهم فبالتالي احنا ايضا يعني حتى ما نعبر فقط اصحاب المحلات راح نشوف اصحاب الجنابر طبعا شردوا هذول الاثنين كانوا موجودين هنا فشردوا الظهر تعال صورتك نعم مشاهدينا الكرام متواصلين وياكم خليكم معنا
رمضان كريم. رمضان كريم. بس قليل. بس الحياة وردية ليش؟ أريد أشتري بس أنا مأيسة من حياتي من ورا أهلي. لا تخرجين خلاص راتبك خلاص صايح شنو وايد. من ورا أهلك؟ أي والله. شنو وايد غلط راتبك؟ ليش تخلصي ليش تخرجي ليش ما تبقين ليش يحجون وايد يحجون. كم راتبك؟ والله 650. 600. جد وتشكي في لا منفصلة. ما متزوج. ميت. وأهلك يقولون ايش الراتب؟ ما يكفي ما يكفي لازم وايد اشتري. بس اشتريت منطرة وقميص اشتريت شال بالعافية اشتريت حذاء جنطر. يعني كل المشتريتين هاي يومية هيك؟ ها؟ يومية هيك تشترين؟ خلصانات بك عليها؟ لا كل شهر اي كل شهر يعني اشتري شيء. كل شهر تجين مرة واحدة. ما بقميصنا ما بنطرون. بعد ايش يحسون عليك راتبك راح يخلص؟ ما ادري منها جاي عيد غير عيد؟ اي مع ما اخرج؟ طبعا لا لازم تشترين. شلون الاسعار شفتيها اليوم؟ شو صعب غالية بعشرين بنطرون بعشرين غالية. عشرين بنطرون. إيه. ليش متعلمة تشترين؟ 15 إيش؟ 15. صعدوا 15. 17. لا لا عاد راتبك خلاص. إيه خلاص. راتبك خلص على هذا الوضع. كله خلاص. من ناس رمضان كريم. الله يسلمك أشكرك. حلوة الأجواء هاي الأيام الفترة الأخيرة يعني إنه مقبلين على عيد. إيه حلوة. دائما الأيام الأخيرة تخلينا نشوق رمضان المقبل. ايه عافية. عندك هذا النفس لو انت ملتهية بالراتب. بس بالراتب ما اصوم ما اصوم بس اقرا قران اصلي نبات. حتى يزيد الراتب اقرا صورة الواقعة. شكرا جزيلا. اشكرك. شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا الكرام متواصلين معكم خليكم يعني. رمضان كريم. صيام مقبول ان شاء الله. تقبل الطاعات. الله يتقبل الطاعات ان شاء الله. كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله والشعب العراقي بألف خير ان شاء الله يا رب الجميع بألف خير وانت والعائلة. ورحمة الله. سولف لي اليوم الاجواء شلونها بالسوق؟ والله الاجواء تعرف انت هو يعني نفس الوارد اللي يجيك وسعر غالي. سعر غالي. سعر غالي. تعرف انت هاي اللي تأثر يعني الدولار صاعد الدولار نازل كله يأثر على الشعب وهو قوت يومي واكو ناس ما محصل قوت اليومي اصلا. فعلا. ايش تشتغل انت؟ أنا منتسب بالداخل. آه منتسب. نعم. راتب استلمته ولا هسه؟ أنا الحمد لله يعني إذا الراتب يعني أتأمل يجي. نعم. بس أكو غيري ما عاد راتب. صحيح. يعني هي المشكلة أنت مو تفكر بس بنفسك. فعلا. أنت عيالك تقدر تشتري لهم بس عائلة غيرك المعد اللي قوته يوم يدفع ربانه أو يبيع مي أو. هذا شلون بعيد؟ هاي هاي مشكلة يعني. صحيح. مثل ما تفكر بعائلتك لازم تفكر بغيرك. فعلًا. صح ولا لا؟ واللي عنده إنشاء يعني ليش ما مثلًا ما يساعد؟ هو لازم واحد إحنا لازم أعاونك وتعاوني لا واحد يعاون الثاني حتى نقدر ندفع شوية هي أزمة. أزمة وتعدي ترى أزمة وتعدي يعني تقدر تدفعها بس قدر الإمكان يعني كل ما شاء الله احنا طبعا نفرح حقيقة من نسمع هيك كلام هو لازم. لكن اليوم تجاي شوفك جايب العائلة لازم والله الأطفال جبتهم الله يخليهم لك اشتريت لهم الأولاد والله حد يعني يفتح يسوي السوق بعدنا يعود ليش بالعشرة الأخيرة تعال اللي يجيب مالي هو هسه وقتها يقول لك مدير راح ينزل مدير راح ينزل مدير راح ينزل هو ماكو مدير طبعا هي نفس المدير هو نفس المديرات هسه باعوا لك مال عام مال عام شو اللي عليك بس احنا شو نسوي نقشمر فيها الجهال والله كريم يعني ما يضغطون عليك الداخلين عندك لا لا ما يضغطون انا جايبهم انا جايبهم الله يخليهم الله يخليك ان شاء الله ارجع عليكم بالصحة والسلامة والله كريم ان شاء الله رحمة الله حبيب قلبي هاي مشاهدينا الكرام متواصلين معكم من شارع فلسطين خليكم معنا شلون الحبيب؟ الله يخليك حبيبي رمضان كريم الله اكرم حبيبي شلون اخباركم؟ والله الحمد لله الالوان شو صارخه بهاي الموسم وردي سمائي اخضر برتقالي يعني هذا اللون شوفوه كل شوفوه صورة جعفر هذا البرتقالي كلش وعندك بعد به الطوف عندك به الاصفر شو عجب هيك الموديلات؟ وهاي السنه هو الصيف هي الالوان الصيفيه وهاي السنه هو البرتقالي الاصفر هو هذا الترند مال هاي السنه والناس جايه تلبسه كله أيوة عليه سحب مو طبيعي بس مو حلو والله لون انت صارت. بعد هي اذواق هي اذواق هي اذواق تعدد الاذواق نظارك السلاح صحيح شلون اسمك؟ والله الحمد لله بس احنا نعاني من شغله الدولار
دولار يعني معاناته صار كلش سنتين. إيه كلش يعني العالم ما تقدر يعني دخل محدود وعلى الرواتب ونحن بنعرفها، بس هسه من تجي كانت تشتري مثلا القطعه مثلا ب 15 هسه من قاعها صارت ب 20، يعني ليش تبيعها؟ قاعها ب 20؟ اي والله العظيم القطعه بدها جايت بها هسه احنا نبيع القميص كنا نبيعها ب 10 ب 15 هسه القميص نبيعها ب 20 ب 20 اي من قاعها. والناس مقدره هذا الشيء ولا؟ والله ما يقدرون يعني هم ما حقهم لان هم تدري رواتب والكل الكل عنده حق. اي كل حق كل عنده حق، انت عندك حق، المشتري عنده حق، التاجر عنده حق، هو حتى يعني المواطن يعني احنا نبدا نشوفها بيننا يعني اما احنا عنده اخوي عنده راتب ابوي عنده راتب، بس هي المشكلة العالم منتج هم ما تقدر وهم هم حقهم يعني هم دخلهم محدود ومن الرواتب تدري يعني محدودة والدولار صاعد والتاجر ما يقدر يعني هذول التجار ما شورج يعني جشع مو طبيعي والله العلي العظيم هاي الأيام كلش جشع مو طبيعي هاي إيه هاي خاصة أيام العيد جشعهم كلش مو طبيعي. غلوا عليكم الأسعار؟ غلوا الأسعار بشكل مو طبيعي يعني إحنا كنا مثلا قص القميص بستة دولار خمسة دولار هسه صار من قاعد تسعة دولار إيه تسعة دولار من شورج ومثل ما بيدك حيلة فالمفروض أنت يعني وياه شو تسوي يعني وياها وياها قصدك اي يعني وياها وياها الاسعار. والشغله الثانيه يعني جاي يصير تقاطعات هسه من الشرطه يقطعون الشارع هم دي ادونا بي هاي يجوز زين يعني شارع فلسطين ما جاي اشاهد بقطوعات لا لا ست كراده اليوم من نشوفها كراده سدوها كلها بس شارع فلسطين فد شوي تعال ورا الفطور تلقى مقطوع سايدين سايدين مقطوعي سايدين مقطوع سايدين مقطوع والافرع لا الافرع من هناك لا مفتوح يعني اذا واحد راد يجيب سياره بشارع ما تقدر ما تقدر لازم تذهب فد مكان تمشي لك بال 50 متر 60 متر يلا توصل للسوق. ليش ما اعرف شنو الجرائم ايش صار من بدايه رمضان إيه من لا لا والله صار له تقريبا بحدود ال 10 ايام 12 يوم هم يقول لك تهديد امني جاينا احنا وياهم مو وياهم بس اكو يعني مثلا هم بعد اكو الطرق يعني احدث احدث بالامن والاستخبارات الحس الاستخباراتي هذا الموضوع شويه شال الحركه انا مو شالها بس يعني ما اذينا حالي يعني خاصه من يقطع لك السايد منا ومنا وتدري احنا على الله وعلى العالم وعلى الايام الاخيره يعني اخر 10 ايام صحيح هو شغلكم ايوه هذا الموسم مع القناه مو صالح كلش وهي ورا رمضان تنتهي هاي الموضوع تنتهي والشوارع تنفتح يعني حتى واحد من العالم الشوارع منا ومنا تنفتح صحيح بس هي هسه انا اقول لك يقطعون الشارع خاصه ورا الفطور يعني وقت الحركه العالم تفطر وتطلع وتطلع اي هم يقطع لك شارع منا ويقطع لك يا شارع منك زين العالم شارع تجيك بهاي الحاله وما يخلون واحد يطبق سياره طبقه حتى سايد اول المرور ما يخليه يطبق سايد اول حكيت وياهم ما نقدر نحكي لا لا مثلا استفسرت ليش هذا ب 20 تشتري؟ تشتري ب 20؟ ليش شوف؟ ب 20 مو؟ اي يعني شوف الناس هسه امراه عندها ردت فعل. اي فقلت لك يعني ما تقدر تحكي خاصه قواتنا الامنيه شوي يتحسسون من هذا الموضوع يعني من تحكي اقول لك انت على الشارع وتحكي وياي فتعرف انت بعد هاي التفاصيل. وفعلا هم بالتالي هم على سلامتنا. هم لا اكيد هو حقه مو بنفس الوقت يعني اليوم كل خطوه ايجابيه اكو خطوات سلبيات واكو اضرار وكذا فنتحملها ما يخالف لا بالعكس احنا وياهم هسه حتى من يجون احنا نجيب ستاندات نقطع الشارع وياهم مثلا يجي شرطي احنا وياه نقطع الشارع وياه لانه اكيد هو اول تالي الامر شو اسمه سلامتي وسلامه العالم فعلا واحنا مساعدين وياهم حيل موفقين ان شاء الله سلام بك نعم مشاهدينا الكرام احنا بالتالي نتمنى الصحه والسلامه لجميع عوائلنا لجميع شبابنا خصوصا انه بالايام الاخيره سيما سمعنا كثير انه تهديدات امنيه بخصوص كراده وشارع فلسطين وغيرها من المناطق فالامر اللي دفع القوات الامنيه لقطع الشوارع وبالتالي كثره القطوعات لما بعد الافطار فنتمنى يا رب الصحه والسلامه للجميع متواصلين معكم خليكم معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حبيبي هلا رمضان كريم. علينا وعليكم ان شاء الله. شلون الشغل؟ والله نعم. زين الناس بدأت تتحرك؟ الحمد لله ايه. ها؟ ايه. واخيرا تحركت؟ بعد انقطاع طويل. واخيرا شفت الوجوه تضحك هاي اليوم. اي والله. اي والله العظيم. الحمد لله الشكر. الحمد لله. فرحانين بالشغل؟ طبعا. شلون شنو الفرق عندكم مثلا؟ هواية فرق. يعني مثل ايش؟
وهذا ما سنة وانا رمضان معي هو اللي اشتغل بالعالم تجي علينا نظل الليل الثلاثة بالليل والثنتين بالليل. زين الجمعة غير باقي الأيام العطل مثلا الأيام الاعتيادية الأيام الاعتيادية ما بيش حركة بس هاي حركة الأيام مو نفس الشيء يعني هذا موسمنا يسموه موسم العيد موسم العيد زين تنسم لعيب هم عادي يعني موسم العيد شغال كلها موسم العيد كله يشتغل ماكو شيء واقف بالعيد كله يشتغل طبعا مثل وقت الانتخابات هم كله تشتغل اي صحيح مو صحيح؟ صح زين كله توزع بطانيات لو قلت له هذا والله إيه يومية مسؤولنا مال العيد يومية لا يوم داير يومي يومية نيوتر شو نروز قريب هناك مش عجب من الشرط ما نسأل الشرط عندنا واحد متعاملين وياه أبو جولة إيه بالوزيري سولف لي هسه إيجار البسطية مالته كايبة والله إيجارات البسطية تطلع 350 حسب المحل يعني مقابلك حسب بيش مأجرها 350 منين مأجر من هذا المحل مقابل المحل ليش من أبو المحل لأن هو شكو محل مقابلة بس هي مو اعتبارها إله هو صحيح مو ملكه بس يقول لك بدل ما أنا أستغلها أنا أجرها زين أكو ناس قديمين جو قبل أبو المحل أخذوا المكان أي أكو صارت مو صحيح صار لهم المكان مو أبو المحل صحيح لأن هم خلينا نقول أصلاً كانوا أبو المحل وأخذوا مكان من رادوا يطلعون من المحل زين شلوا أبو البسطية وطوا المحل ليش خلينا نقول يعني أخذ البسطية وعاف المحل أي تمام. إيش حاجة؟ نارك توفير. حبيبي. شكرا جزيلا. أشكرك. نعم مشاهدينا الكرام متواصلين معكم والأجواء بما أنه حجينا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله على بالوردة. رمضان كريم. الله يرضى عليك. شلون الأجواء؟ والله مو زين أنا. ليش يا ستار؟ كل الأسعار غالية وما يعرفون ويريدون كلها يعني. بس يشتغلون الناس لحد الآن فرحانين المحل. فرحانين ما يخافك قاعدة لا بس لا أجار لا شيء لا كذا لا هيك ويضربك ثلاثة ومن ماكو شغل يمشي ماكو شغل ماكو كذا. هذا من هو؟ كل المصطيات. المصطيات؟ إيه. هسه يقول الإيجار 350 وجاي يشتغل خير من الله بهاي الأيام. أنت جاي تقطع. إيجار 350. خلي إيه. إيجار 350. 300 350. وين أبو من أخذنا إيجار 350؟ ما غير متجر. ما بايك القاع قاعد. متجر قاعد. إيه. غير ابن أبو المحل. لا بس نعطي للبلد يلا اللي طن شفليش وطلع خلهم. لا إيجار لا. إيش تشتغل؟ أنا أشتغل بنشرشي. شو أشتغل؟ متقاعد. متقاعد؟ إيه. وعلى التقاعد ما اشتغلت؟ لا. شو اشتغل؟ اقشر العالم اجيبها باربع ايام بالعشرين رمضان شلون وياك؟ والله الحمد لله وشكرا طيب؟ الحمد لله تعبت؟ اي والله واخر هاي الايام الاخيره شويه الايام صعبه الايام الاخيره صعبه وعلي يراد ان التحمل والتحمل هو بانه الله سبحانه وتعالى هو يعينه هو الله سبحانه وتعالى هو يسنده هو يعطي الصحه ويعطي العافيه ويعطي الاخره هذا اللي الانسان يتمناه اما من تجي تصايم وتجي كل شيء حتى تفطر حتى كذا لا غير شكل يعني مثل يعني. لا تدعم لا الحكومه تدعم لا كذا تدعم آه ادعم اي لا من يدعم الحكومه التقاعد للعبة 500 وجوا ليش تعطي 500 وجوا اعطي 500 وفوق تقاعد مالتهم انت ايش قد تقاعد مالتهم 500 وشويه انت تعطي لا لا بالله الكريم لا والله يعني هي 500 ولا 250 لا انت ليش تعطي 500 ما اعطي 40 99 اعطي ايش قد 499 يعطي يعطيك 100000 هديه ليش 500 وين 100000 من استلم محمد العقور ما حد استلم طبعا ما حد استلم ما استلم بس حد شيء رعايه استلم رعايه بس تصريحات رعايه هو ان شاء الله يتبدل العراق مو هيك ان شاء الله يتبدل العراق العراق يتبدل طبعا شلون بيمن يتبدل بندنوسي يتبدل باشخاص باشخاص يتبدل حكومته يتبدل بالخيرين يتبدل باللي يريد الخير يتبدل باللي يسعى الى شيء احسن يتبدل الى ان يكون عراق مثل ما كان قبل شلون كان قبل والله يعني ست حكومه مو زين كانت اشخاص مو زينين اجي صرت زين صرت زين زين يحبك الشخص العراقي بكبرك اذا المشكله هسه ضاع الاخضر واليابس ما نعرف وين الزين من مو زين اي هاي المشكله مو لو انت تعرف لا كلها تعرف انت غير خبره بقديم كلها تعرف يعني تعرف الزين ومو زين كلها تعرف لانه كل اب مسؤول على اولاده كل راعي مسؤول عن رعيته زين احنا من رعيتك اذا انت شخص سفير وتشتغل رعيتك الدوله زين رعيتك رئيس الوزراء رعيتك هذا زين هو مسؤول عن رعيته ويعرف وين جاك وليش ايوه لا لا معك انت من تقول جاي ينطي 500 وما حاسبيه ويطي 100000 اللي ابو 500 اللي ابو 500 وجوه التقاعد مالته فهذا اكيد يعني بالنسبه لي شوف المواطن شوف ال 500 هواي المواطن
ايوه كل شيء يروح التركي جاي جاي 500 جاي قاعد تسجل وقاعد بجار شلون مو صحيح شلون يصير هذا ما تكفي ما اراد له رعايه انا ما اريد اضوجك لا بس جاينا العيد اريد شويه امل لا لا اقول 11 غير 15 اصغرتك اول محل أه؟ اول ما جيتك ضايت شيء اول محل اي هذا 11 غير 15 ليش ب 15 اي هذول مو على اساس تنزيلات يا تنزيلات ولا كلها كلاوات وكلاوات هاي مال اطفال ب 15 لا عمر هاي ما تسوى انا احكي هسه هنا انا مسؤول عن الكلام 15 هذيش لا هو عليها وعليها ولا تشتريها خمسه الا نزل روح غيرك القاها بخمسه اي مزاج انا هسه ما جاي اسقط بها لا 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 معروف على نص المصايمين والله طردهم البلدية طردهم قبل شوي طافلين ضايج تحت عليهم لا لا والله لا ابد يعني شوف هم حاطين غرف بالشارع غرف مو بالمصيات غرف ولا كل شيء هذا 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 برا حتى ابو الملك ما يخليها القد موفق ان شاء الله عمر يعني انت ان شاء الله انتم كل عام وانتم بخير وان شاء الله العراق بخير وان شاء الله ابناء العراق بخير ان شاء الله نشوف غير شكيل ان شاء الله يا رب ان شاء الله نشوف غير ان شاء الله يا رب نشوف غير شكيل شكرا جزيلا على عيني يا هلا شلون ابو الفرايد تشيكن شلونك حبيبي شلون صحتك شلونك شلون غير ويا فرايد تشيكن ان شاء الله شوف تعال تعال هنا تعال اخي يا الله تخاف ننسى عندك وزن مشغلونك بالمطعم لا والله بالعكس يحبون هالمطعم وشغلوني رمضان كريم رمضان كريم ايش صار لك رمضان والله هواي صار لي بالسنه تقريبا خلفه لا دليفري والله دليفري وايش يلق وهاي الترتيبات اي بس شنو الفائده اذا هم الزباين ما ايش بهم الزباين اخي عجيب يعني تجي الصبح اول طلب لي اول طلب لي ريزو ب 7000 تعطيني ورقه وتقول لي صرف لي الصبح اي الساعه 11 تاكل ريزو لا انه بريز اعشاب هذا اسد ادري شنو ما تقول لي على ريزو ب 7000 تعطيني ورقه تقول لي صرف لي هسه مو على الريزو اخذت اكل ريزو بس تعطيني ورقه تقول لي صرف لي الله يقبلها محمد ايش اسوي انت بهاي الحاله ايش اسوي اروح اصرف ولا ايش اسوي اتصرف اروح اشوف الاسواق هاي اظل افتر نص ساعه هاي تحمل ما تحمل ايش اسوي يعني مشكلتك تصرف له مشكلتي طبعا هذا الموبايل مالك مشكلتي طبعا شاش ما ادري انا مشكلتي غصبا علي لازم اصرف لازم اصرف ان شاء الله شنو بعد مواقف صارت وياك يعني زبون ورقه اي اكو يعني يوم واحد من الصبح الساعه 9 مخابرك يريد وجبه بيتزا لا مره بالاربع الصبح خابرني يقول لي رقم المطعم راح من يمي عايز اطلب من يمك قلت له ادري بالاربع الصبح تطلب من يمي رقم المطعم رايح منك شكو يعني خابره قلت اي هاني حتى تحضر أي. انت خابره بالمطعم أي. لو دز رقم المطعم ونو بالاربع لا بالاربع الصبح هسه شنو ما تقول لي وهاي ذاك اليوم حسابه واحد 79.5000 اي 79.5000 انطاني 80 قال صرف لي وتعال انا صفنت بعد 500 والله بعد له 500 صفنت قلت له انت طالب 79 ونص لا ينصب عليه وقف له وقفه صرفت له جيت لي قلت له واقف لي بالشمس هاي كلها بصفحه وهذا ابو الكاميرا بصفحه يا ابو الكاميرا يعني ما يطلع لي انا هذا شارع الشارع طول الطول بس شنو الشارع فارغ اي واحد يفتح الباب اشوفه زين انت ما تطلع لي الا شوفني بالكاميرا بالمال البيت اي يا هاي الكاميرا الله ذبها علينا غضب زين اجي اقول ابغى بالشارع بس تفتح الباب اشوفك شارع فارغ قال لا ما شفتك بالكاميرا وذاك اليوم بهذا الشارع قدوري هنا طبيت قالت لي بكذا شارع طبيت قلت لها يلا انا بالشارع انتظرت بالربع ساعه ربع ساعه قلت لها الو قالت ها حبيب ما شفتك بالكاميرا انا قلت لها كان صار بالربع ساعه منتظر ما شفتيني بالكاميرا يعني لازم تفوت الا شوفني بالكاميرا الا من الباب اي انا واقف برك منتظرها تطلع الا شوفني بالكاميرا الا تطلع ليش ما يدزوا لك لوكيشن مو احسن لوكيشن بس اغلب الناس يعني مو اغلبهم ربعهم يعني ما يعرفون لوكيشن وهاي محترق قلبك يا اخي ضوجون النوبه بالسيارات يا اخي هذا يمشي مثلا 40 انا اجي امشي 40 قدامه يشوفني دراجه ينغث هيك يطوط لي يريدنا اخر من قدامه بس انتم للامانه يعني اكو بيكم غير خدمه توصيل واحنا خوفنا عليكم لا اكثر يعني مو ناس تغار منكم ولا تضوج منكم بالعكس ما بيكم اذيه بس انتم مرات تجون بسرعه مبالغ فيه ومرات الزبون يعني يجيك ابو المطعم يقول لك طلب تاخر اي بس مو على فرايد تشيكن اند احكي لا اكو مطاعم اشتغلت بيها اي يعني اشتغلت بيها اخي يقول لك طلب تاخر ها تودي لي اياها هسه غصبا ما عليك على السريع اروح اذا اتاخر راح اترزل من ابو المطعم وراح اترزل من الزبون يقول ليش تاخرت ضربه ضربت يعني ما يعني بالحالتين هو ابو الدليفري طبيعي بالطبيعه الله ما راضى عليه هيك
الله ما راضي. اي الله ما راضي عليك. انا راضي عليك. فدوى القلب. والله العظيم كلامك كله فدوى روحك. وين مع ناس اكو ناس فعلا يحبون هذا الدلال الزايد. بس بنفس الوقت اكو ناس مثلا مني صار حسابه 79 ونص. وقفك على 500 وبنفس الوقت ناس مثلا حسابه مدافع 70 بس يا اخي ما تسوي. يعطيك 75 ما ياخذ 2000 صح؟ اي صح طبعا اكو بيهم اي. بس اكو ناس بس أيه؟ انا ما يخبلني بس هذول اهل الخردة. يا اخي تجي الصبح يقول لك ها انت ديليفر ما عندك خردة. طبعا يا اخي اول طلب لي اقول لك لا تعطيني 100 دولار. اول طلب لي من اجيب لك خردة يعني مجهز لك طلب المطعم وجايب لك اياه للباب وتقول لي صرف لي. كانوا طبعا هاي معاناه خدمه التوصيل واصحاب هاي المهنه معاناه ما بعدها معاناه خصوصا انه هذا بالصبح شلون اعطتني ورقه تقول لي اعطي ورقه وروح صرفها وهذا بالصبح طالب ريزو ادرى اسد انت متواصلين معكم خليكم يعني. رمضان كريم. شلونك حبيبي؟ شلونك؟ الله يسلمك. شنو السوق يقول لك؟ ما شاء الله مستفتح اليوم فول لبروان اقوى واحد مستفتح ب 200 سيد حسام هذا كان ناوقف ابو القميص شو يبيع؟ هذا يبيع؟ لجي يبيع ملابس مال اطفال هو عباره السوق عن اطفال. السوق عبارة عن أطفال؟ إي والله. يعني ما أفهمت هاي إيش تقصد بيها؟ السوق عبارة عن أطفال يعني. يعني ملابس أطفال. إي ملابس أطفال. إي ملابس أطفال. قصدي إي. إيه. الله الله. محلك هنا؟ إي. مالي؟ مالك سوارات كفلات. شلون الشغل؟ لا الحمد لله. خير من الله. تحركت الوضع؟ إن شاء الله. على رمضان. 300 400 مليون يطلع. هاي شدة. توين والله يتلبك؟ هاي شدة مو لا فوق ال 400 700 شو اشتغل؟ العامل ماله. تبغى العامل ماله؟ لا مو العامل ماله. والله العامل هذا الاصل. هذا الاصل. ما عندي عامل انا. سيقول 400. لا رب ان شاء الله الحمد لله خير من الله. اذا 400 وذا 100 اثنين الخير. ما زيدوهم. يا ام اسعارهم؟ لا اسعارهم ما زيدوهم. لا لا بضاعة. ما زيدوهم ابد. يعني جبت قبل لو شو؟ لا جبت هسه. هسه هاي اليومين؟ ايه ما هسه جبت هسه. شو وقت السوادت؟ هسه. منين السواد؟ سواد من ربع. اي ادري نفس الاسعار موجوده؟ لا بس نبي ابواب الشارجه حتى مال بوقه تلقي. لا هسه انت لقيتها رخيصه ولا غالي؟ طبعا غاليه ماكو شيء رخيص كله دولار. صاعدون لا لين عيد لين موسم لين موسم؟ اي طبعا يغلون الاسعار. اذا هو الموسم بطل زيت يسوونا بخمسة مو باثنين ونص بس تكذب بطل زيت بثلاثة آلاف مو بخمسة حسا يا عمي هاي بلف باربعة تعال حلي بطل زيت نحكي صدق صار باربعة صار بثلاثة ولد قوي بالمطبخ كلش فوق طباخ لا انا بالعالم ها ابو التيك توك ها متابع الاسعار اي شلون الايام الاخيرة وياك والله شوي زين حركة زين الحمد لله ما العيد وهاي حركة زين تعال لحيتك ليش مخليها؟ ليش مخليها لحيتك أمر الله والله يعني لأن أخوي توفى الحمد لله بالمستشفى من خطير الله يرحمه إن شاء الله رحمته الواسعة والله ليش يشوفك شر إن شاء الله الله يوديك حبيبي صحة وسلامة إن شاء الله الله يحفظك مشكورين والله يوديك حبيبي احنا هاي الأيام دائما نتفائل به الأيام الأخيرة أيام خير هاي مو صحيح؟ اي والله يعني الناس بتشتغل الناس بتشتري طبعا آخر أيام شوية السفرة تصير عزيزة وإحنا ننقاط تنقاطون؟ أي ما تنقاطون؟ هذا كله يريد جاي آخر أيام مال عيد كله تريد والله أنت تريد؟ كشريد انت تريد شو ما اريد شفته متعدى شو ما شفته مش تريد انت هناك مش العالم وقبل جيت على الواسع تزوج الريد ملابس لا الحمد لله ما بزوج ولا راح ازوج ليش ما راح ازوج يعني الزواج عمي بعدني عمري 20 سنه غير انا صفره هنا ورديه ايش وقت بعد هو يمشي ذني معتزبين سويت لك اشتاق ربيت هنا هنا شو ربيت؟ والله انت تعبت عليه من زقيتين هاد ما كبر والله يلا اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وعيد سعيد ان شاء الله مقدم على الجميع ان شاء الله موفقين ان شاء الله شكرا جزيلا نعم مشاهدينا الكرام متواصلين وياكم من شارع فلسطين خليكم معنا
شلونك حبيبي؟ الله يسلمك. رمضان كريم. رمضان كريم. شلونك عليكم زين؟ الله يحفظك. تعبان؟ لا الحمد لله اشكر. ها؟ الحمد لله دام وقت تعب ان شاء الله. يوم تعبك؟ ان شاء الله. لو جهاز تعبي؟ لا بعد هي متعلمين على الروتين هذا. ها عمو تريد تاخذها؟ خذها لك بس كنت تسكت؟ اشتريت لهم ملابس ولا؟ الحمد لله اشكر. شلون الاسعار اللي لقيتها؟ والله زين الحمد لله. يخليها يمك انت بعد. شو اشتريت؟ والله اشترينا القاسم الله بالطرون وكذا. نعم يا نعم. قميص تشير قميص وبعد خلنا لبس الموحده للاطفال الله يخليهم وبس هذا الله يخليه. شو اسمه الحلو؟ تاج. تاج عجب سميته تاج علي امام. حلو 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 الله يحفظه لك. قد عمره؟ والله سنتين مو سنتين شويه. زين الاسعار اليوم شلون شفتها؟ والله زين طبيعيه يعني منطقيه. لا مو طبيعي. ليش الناس دائما انه قبل العيد بخمس ايام باسبوع تبدا تشتري؟ ليش مو بهاي الفتره انه اجي قبل اسبوع؟ اكثر الناس دوام ورمضان تعبهم يعني تعب صيام وكذا وحر والناس تبدا. طيني تاج لحظه حبيب باب تبدا قبل الايام العيد بايام تجهز اطفالها ولعوائلها. زين اي نعم اتمنى لك الصحه والعافيه. الله يسلمك حبيبي. والله يحفظ لك تاج. يلا تاج انطيني تاج وطيني بوسه. شنو هذا شعر ويش لو تصور؟ الله يخلي لك اياه. هو سباله ما صابت كان غنى لكم هو. هسه انا شلون اكمل تاج؟ نعم وشاهد الكلام يتواصل معاكم. يلا قلنا باي باي. باي باي. صح عسى رمضان كريم. صحة وعافية رحم الله والديك. متضارك للسوق؟ لا ما محترمه ما لا لا شنو وضع السوق؟ والله طبعا القوة الشرائية مع الناس ماكو ما عندها. هاي وحدة ما عندها ما تقول زين الناس تقول مو زين. لا ما عندها يعني يحير بمريض يحير بإيجار يحير بمفردات الحياة. صحيح. فما ممكن يعني هو زين هو مو عنده طفل واحد لو طفلين. فعلا. أكيد عنده أطفال عائلة كذا فمسؤول عليهم هو. فالناس يعني القوة الشرائية يعني من خلال المفرد مالتي كان مثلا ياخذها كذا قطعة هذه يعني اكو امكانية بالشراء. هسه يعني هسه الراتب قل والامور صعبت. صح. يعني من قياس المواد الغذائية كل صعدت كل شو اسمه. العراق مو العراق مو صناعي العراق تجاري يعني استيراد ثلاث وايد جاي نستورد هواية كل شيء نستورد يعني الصناعة أحسن من التجارة. الصناعة قال أنت منتج الصناعة أي طبعاً تقدر تصدر ربع القيمة العجز العجز كذا فالناس يصير قوة شرائية. إحنا في سنة السبعينات والثمانينات كانت المصانع تشتغل يعني بشارع النار ومشارع النار تنتاج أكو ناس تشتري بالنسبة للأحذية والملابس والكذا فالناس تشتري تأخذ. هسه كل استيراد وصعدت وهاي الامور مال المفردات العالم اللي صارت حثت. نعم. فالحاجه صارت كلش غاليه عليها. نعم. انا اباعها يروح ويرجع على القطعه يروح خطيئة ويرجع خطيه مشتري اي ايه والله ايه. خطيه طبعا هواي عامل ولا مو بس هواي عامل عنده مو بس وحده يقول لي والله عندي ذني اربعه طيب. عندي خمسه طيب. اطفال فما باول عليهم لا اي هو اي عنده كثير عندنا صحيح. عياله صح. فيريد كلهم يرضيهم ارضاهم صعب صعب بين هذا وبين هذا اي ونسال الله انه يرحم العالم بهذه الايام وبهذه الايام إيه هذا الدعاء ناس الحمد لله والشكر انه الناس هسه بامان بس الاسعار ريتها الورق ينزل يلتفتون على الناس يدعمون كل ما تدعم الموظف كل ما تدعم الناس تصير عندها قوه شرائيه يرتاح زين السحب الدواء العلاج الكذا يعني هوايه اي كلها تريد هوايه مصاريف هوايه يعني نسأل الله يرحم العالم بهذه الأيام المباركة ويفرج عنها ونسأل الله الصحة والعافية والكمم الخير والبركة والصحة والعافية. شكرا جزيلا. الله يحفظك. الله يسلمك. الله يحفظك. شلون الحلو؟ زين. شو اسمك؟ همام. همام ايش تلعب؟ طن البطل وسوي الحركات. تايكواندو. تايكواندو؟ ايه. شو صار لك تلعب تايكواندو؟ واي. ايش قد؟ صار سنة؟ ليش رحت لهاي اللعبة لعبتها؟
تحبها؟ اي تحبها؟ اي شو تعلمت والله يا حركة؟ هاي بس هاي الحركة؟ لا بعد حلو دلوقتي لا طير عين بعد سوي له وحدة بعد سوي له وحدة عافية انت يا صف تعال أول ابتدائي؟ إيه دان تخوه ما تطبقن على أصدقائك بالمدرسة لا دير بالك مو تقتلهم قطية كم بالأسبوع تروح هناك؟ كم يوم؟ هواي بالتايكواندو هواي كم مرة تروح بالأسبوع؟ يلا زين سوي له حركة خلنا نختم أنا وياك بيها افتح لي يلا الله يحفظك حبيبي شكرا جزيلا نعم مشاهدي الكرام وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم على امل اللقاء بحلقه جديده ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل برنامج يا من الناس الى اللقاء